بسم الله الرحمن الرحيم. دائما ما تصحح سلسلة التمارين حتى تتبع الزمني للتفاعل الكيميائي سرعة التفاعل. استغل عن 83 من السلسلة مطير دون كتقول. يستغل التفاعل المنموذج بمعادلة N2O غاز يعطينا N2 أزوت زائد 1 على 2 O2 هذا غاز لتوفير غلاف جوي ملائم داخل كبسولة فضائية. تمت دراسة حركية هذا التفاعل بإدخال في إناء حجمه في ثابت وفارغ كمية A من أكسيد ثنائي الأزوت وقياس الضغط الكلي P2T عند درجة الحرارة عند درجة حرارة ثابتة بدلالات الزمن. لأن القيم مقدار المقياس ديالو اذا خلال كل لحظه طيب دقائق قاسوا الضغط في كل لحظه والوحده ديالو هي كيلو باسكال. اذا القيم المسجله هنا بالكيلو باسكال لان 5 ديال اللحظات اذا تي كتساوي الصفر كان الضغط هو 100 كيلو باسكال. اذا 12 كانت 106.3 هاد اللحظه 25 كان هو 112 في اللحظة 25 قلنا 112 في اللحظة 45 119.2 وفي اللحظة 90 131.4. أولا أنشئ جدول وصفي لتطور المجموعة. نبدأ أولا الجدول الوصفي لتطور المجموعة. أقنع الجدول الوصفي الهيئة ديال وراها تفقنا عليها 5 ديال السطوح الأفقية ومن بعد كنديرو التقسيم ديالها هنا غنقسم هنا هنا غنقسم هنا عطنا كميات المادة بالمول هنا تقدم معادلة التفاعل هنا حالة التحول هنا حالة بدئية هنا حالة نهائية وهنا حالة تحول هنا صفر إكس إكس ماكس هنا المعادلة ديال التفاعل هي N2O كتعطينا N2 زائد 1 على 2 1 على 2 O2 هنا خاص كنقسم مع الزائد هنا ما عندي متفاعل واحد إذا نقسمو مع السهم هنا كان جوج مرات ولا كنقسمو مع الزائد إذا هنا كمية المادة اللي في الأول ديال إن إي ديال ثنائي ديال أكسيد ثنائي الأزوت إذا قالت تم دراسة حركة بإدخال في إناء حجمه في ثابت وفارغ كمية أ من أكسيد ثنائي الأزوت هنا الكمية اللي درنا في الأول كتساوي لنا أ رمزو الأربعة كمية المادة البدئية ديال هذا نصبروها هي أ إذا هنا في البداية ما عنديش صفر صفر إذا هنا عندنا أ ناقص إكس لأن المعامل هنا هو واحد إذا هنا تكونت إكس هنا عندي معامل واحد على جوج إذا واحد على جوج إكس كنعاودو نصفر إذا أ ناقص إكس ماكس إكس ماكس واحد على جوج إكس ماكس إذا هذا جدول وصفي. الآن قالك عبر عن كمية المادة الكلية الغازية إذا كمية المادة ديال الغاز كله عند لحظة تي بدلالة أ والتقدم إكس دوت تي للتفاعل. إذا كمية المادة الغازية شنو هي؟ هي مجموعة ديال كمية المادة الغازات اللي كاينين في المجموعة كلها. غنشوف شكون هنا عندي غازات. إذا عندي أكسيد ثنائي الأزوت هذا غاز ثنائي الأزوت حتى هو غاز هي أكسيد واحد على جي وثنائي الأكسجين حتى هو غاز. إذا السؤال هنا شنو لن تتم هذا السؤال كمية المادة الكلية الغازية ان جي هي مجموع كمية مادة كل الغازات المكونة للمجموعة الكيميائية
الغازة في كيني كله ما أجمع كمية المادة دي وما هي كمية الكلية الغازية يعني N جي كمية دي رادي شو هتسمي ده هي N دي الغاز الأول اللي هو N2 O زائد N دي الغاز الثاني هو ثنائي الأزوس زائد N دي كمية الماء دي ثنائي الأكسجين دي كمية المادة هناخدها في كل لحظة كمية المادة في كل لحظة هي الحالة الوسطى إذا شحال كمية المادة ديال N2 O في أي لحظة هي A ناقص X إذا كتساوي ما ومن خلال الجدول الوسطي لدينا N ديال N2 O ونلاحظ حتى شنو هي هي A ناقص X بالتالي وكمية المادة ديال ثنائي الأزوت N2 فأين حضرت شنو هي؟ إذا N2 هو هذا باش نكتب في هذا الحالة هي X هي X دوتر في هذيك اللحظة لو كمية المادة عند الحضرت ديال ثنائي الأكسجين شنو هي؟ إذا ثنائي الأكسجين هاي كمية المادة ديالو في أي لحظة هي واحد على جوج مضروب في التقدم في هذيك اللحظة إذا نعوضو هنا N G غتصبح إذا هي A ناقص X دوتر هذه هي عوضنا هذه زائد N2 هي هذه زائد X دوتر زائد N ديال O2 هي زائد واحد على جوج X دوتر إذن هذه غادي تختزل غتبقى عندي هي A ناقص واحد على جوج X دوتر هذه كمية المادة الغازية الكلية السؤال الثاني بتطبيق معادلة الغازات الكلمية عند اللحظة البدئية T كتساوي الصفر و P كيساوي لنا P0 وعند اللحظة T عبر عن x دو تي بدرجة الحجم V ودرجة الحرارة T والضغط P دو تي و P0 الآن غندوزو من نخسر القوة على رقم التقدم x وشنو آخر التقدم x وكمية والضغط ديال هاد الغازات هادي إذن العلاقة اللي كتربط كمية المادة مع الضغط هي علاقة ضغط كمية المادة مع الضغط هي هذه السؤال ثلاثة والسؤال الثاني الآن السؤال الثاني قلت بتطبيق معادلة الغازات الكمية عند لحظة بدئية T صفر وعند لحظة T عبر عن X بدرجة الحجم V درجة الحرارة والضغط طيب إذن لدينا معادلة الحالة للغازات الكامله هي ف ز كتساوي لنا ان ا ت نطبقها عند ت كتساوي صفر عند ت يساوي صفر لدينا لان ت هو ب زو لان ف صفر في ز كتساوي لنا ان ديال الغاز ونلاحظ ت كتساوي صفر زائد لو في أ فور تي إذن هنا أن كمية المادة الغازية عند تي كتساوي صفر شنو هي؟ كتساوي لنا أ لأن كمية المادة الكلية ديال الغاز شنو قلنا هي كمية ديال الغاز الأول زائد الغاز الثاني زائد الغاز الثالث عند تي كتساوي صفر كنتسلى أ إذا كتساوي لنا أ أ تي هنا تي زيرو فور تي هذه العلاقة الأولى عندي علاقة خمين رقنا وصلنا لهذي من هنا نخرجوا أ كيساوي لنا عندنا في العلاقة اللي فيها إكس عندنا أ لأن أ كتساوي لنا ب زيرو في على أ في هذي غادي نعوضوها هنا و لدينا ان جي كمية المادة الغاز اش كتساوي لنا تي في اللحظة تي في ف على ا تي اذا كمية المادة ان راح نشوفها هي هذي كتساوي الضغط في الحجم على ار تي اذا في ثابت تي درجة الحرارة المجموعة ثابتة و ار ثابتة اذا الضغط ولا تغير اذا ان جي في واحد اللحظة تي كمية المادة الغازية في اي لحظة كتساوي الضغط في ذاك اللحظة في الحجم على ار تي إذا لقينا هذه وهذه ووضعناهم هنا إذا
سمي مثلا هذه واحد وهذه جوج لما بتعويض بي تعويض العلاقة فين واحد واثنان في العلاقة ان جي كتساوي لنا ا ان جي في عند الهضة تحت على الديفو ان جي في اي حضة تي من ان جي في اي حضة تي كتساوي لنا ا ناقص واحد على جوج اكس دو تي لهنا حنا طالبين التعبير ديال اكس دو تي خرجوا التعبير ديال اكس دو تي لان اكس دو تي غتساوي لنا نديو هذه من هنا وهذه جيبوها لهنا اذا غادينا هي ا ناقص ان جي دو تي كل نضرب جوج اذا هذه قطعه ديال ه وهذه تجي لهنا غتولي ا ناقص ان جي كتساوي واحد على جوج داك جوج نضرب فيها غتولي عندها علاقه هذه كتساوي لنا جوج عامل ديال ا قلنا هي هذه تي غنحطها زيرو في على ا تي ناقص ان جي في اي لحظه اذا هي الضغط في ذاك اللحظه في على ا تي اذا هنا غادي نعملو اذا هي جوج في على ا تي عامل ديال بي زيرو ناقص بي عند الخط دابا العلاقة شنو هنا دابا ماشي ناقص هنا ناقص زائد زائد واحد على جوج هادي دابا زائد واحد على جوج دابا هنا زائد واحد على جوج هادي اش غادي دير هادي غتولي ان جي هنا ان جي دو تي ناقص ا هنا غتولي بي دو تي ناقص بي زيرو هنا بي دو تي ناقص بي زيرو اذا هنا جاتنا اشاره ناقص هي هذه النتيجة من هذا هو تقريبا العلاقة ديال تقدم إكس دراسة الضغط ثلاثة راه علم أن الضغط كتساوي ثلاثة لتر وتيتا كتساوي 600 درجة سيلسيوس عبر عدد هنا عن إكس دو تي دراسة في دو تي الآن غنعوضو في و تي بالقيم ديالهم باش نلقاو علاقة ولا تعبير عددي ما بين P و X من سؤال ثلاثة لدينا X تقدم في أي لحظة T كنساوي لنا جوج V على A T عامل ديال بي دو تي ناقص بي زيرو دل و باعتبار ذا يعطوها لنا ثلاثة لتر و درجة الحرارة تيتا هي 600 درجة سيلسيوس و ا عندنا ثابتة هي 8.314 نعطوهاش هنا في التمرين ولكن هي معروفة ثابتة ا كتساوي 8.314 في النظام العالمي للوحدات لنعوض الآن فإن إكس دو تي شنو غتساوي هنا في هاد العلاقة هادي ديال بي في كتساوي أن أر تي المشكل الوحيد اللي كي اللي تقدر تواجهو هو مشكل الوحدات إذا عقل معايا مزيان بالنسبة لعند كمية المادة معروفة بالمول أر ثابتة 8.314 لغاية العالم الوحدات طيب هذه اللي فيها المشكل نتابعو بأن تا ماشي بالسيلسيوس ما تاخذهاش بدوغري السيلسيوس خذها بالكلفين كي كدوز بدوغري السيلسيوس بالكلفين كتزيد 273.15 هنا الحجم هذا ماشي باللتر كناخذوه بالمتر مكعب والضغط بي كناخذوه بالباسكال هذه الوحدات العلاقة المشكلة ديالها هو الوحدات نعقل معايا مزيان فهاد العلاقة هادي باش نخدمو على الحالة الغاز الكاملة درجة الحرارة خاصها تكون بكيلفين كمية المادة بالمول
الحجم كيخصو يكون بالمتر مكعب والضغط كيكون بالباسكال. هاد الشيء خصنا نحترمو الان ما يخدم هاد العلاقه هاد. اذا هنا شنو عندنا؟ اذا اكس وتي كتساوي لنا جوج فال خصها تكون بالمتر مكعب. اذا ثلاثة متر نضربها ب 10 ناقص 3 باش نردها متر مكعب على ار. ها هي هي 8.314 في تي. اذا تي 600 درجات سيسيوس. اذا نحولها نزيدها 273 غتولي 873.15 بي دو تي. اذا هادي غنخليوها هكا ناقص بي زيرو هي هاد بي عند لحظة تي كتساوي صفر هي 100 كيلو باسكال. اذا هي 100 فشاوس 3 لان من كيلو لعند وحدة كنضربو فشاوس 3. تانا غنلقاو القيمة هي شحال هي 0.827 في دو تي ناقص 100 في 10 أس 3 هي 10 أس 5. هذا الشيء في السيستم انترناسيونال يعني غتلقاو في النظام العالمي للوحدات. السؤال 4 قالك حدد عدد ديال أ ثم إكس دو تي بالنسبة لكل قيمة للتي وصل المنحنى الموافق. إذا الآن من خلال العلاقة هذي غناخدو في كل لحظة بي دو تي غنوضوها هنا ونحسبو شحال تقدم إكس. إذا غادي ناخدو في هاد العلاقة وغادي نزيدو خانة في هاد الجدول هذا. إذا في هاد الجدول غادي نديرو واحد الخانة هنايا هنا غنديرو فيها إكس في لحظة تي غتكون بالمول مثلا. نشوف على حسب القيم واش غتكون كيلا كانت فيها 10 ناقص 3 نحولها للميليمول باش كتولي سهلة التعامل. كانت قيم واضحة بالمول غنخليها بالمول. إذا هنا نبداو مثلا في الحالة الأولى. إذا هذا تي كيساوي صفر شنو غندير؟ 0.827 بي شحال هو الضغط عند تي كيساوي صفر؟ هو 100 كيلو باسكال نضربو في 10 3 ناقص 10 5. إذا عندي 10 5 ناقص 10 5 كتساوي لنا صفر. إذا تقدم إكس كيساوي صفر. نعاود الآن نفس النتيجة كيتبدل غير هذا. إذا 0.827 شحال الضغط عندنا في الحالة الثانية؟ هو 106.3 وما نصرش تحويل من كيلو باسكال لباسكال ناقص 10 أس 5. إذا غنشوفو النتيجة شحال كتساوي. إذا القوة هي 5.21 10 أس ناقص 3 إذا 5.21 10 أس ناقص 3. إذا هنا ناخد القيم قلت بالميليمون باش يجيني ساهل التحكم فيها. إذا هنا الآن غنمشيو لعند الحالة الأخرى 25. إذا 100 هاد بي هي 112. إذا غنحيدو هاد 106 من هنا ونديرو 112 10 أس 3 ناقص 10 أس 5. فاش ديرو التطبيق على هادي غتلقاو القيمة هي 9.92 10 أس ناقص 3 مول يعني 9.92 ميليمول. في لحظة 45 غنمسحو هاد 112 من هنا وغنشوفو الضغط كان هو 119.2. إذا هنا درنا العملية الآن غنلقاوها هي 16.13 10 ناقص 3 مول يعني 16.3 ميليمول. ونفس الطريقة غادي نلقاو هنا 25.97. ما تقدر تكتب المنحنى ديال التقدم إكس بنفس الطريقة اللي درنا في التمرين السابق. غادي نقدرو الآن نكتبو تقدم إكس دلالة الزمن. هاكا آخر المحاور ديالي هو هاد تي هنا كناخدو باش عندنا تي بالمينوت وهنا كناخدو تقدم إكس باش بالميلي مول. كنشوف القيم تي ماشية من صفر حتى 90. إذا غنمشي مثلا ب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. هنا مثلا ماشية من صفر حتى لعند 25. نمشي مثلا ب 5 5 10 15 20 25 30. كناخدو القيمة الأولى. إذا صفر نسالو بعض السطر هذا باش ميشوفوش عليكم. غناخدو إكس دال الزمن تي. إذا عند لحظة صفر صفر هاي عند لحظة 12 هاهي
عندنا 5 فاصلة 21 هنا، عندنا 25 25 هي هذه، عندنا تقدم 9.92 تقريبا هنا، عندنا 45 هي، عندنا 161 16.13 هنا 16 هي هذه تقريبا، عندنا 90 هي، عندنا 25.97 تقريبا 26 هنا. من بعد نجمع النقاط، هذه بخط، هذا من حالة تقدم إكس دلالة الزمن T، الآن استنتج تركيب الخليط التفاعلي عند اللحظة T تساوي 60. نقول الخليط التفاعلي مناش كتكون عند اللحظة T كتساوي 60، شنو غندير؟ غنشوف اللحظة 60 هاهي، هادي اللحظة 60، غنشوف المقدمة شحال كتوافقها، غنحسب الأفصول ديالها شحال. هاد العملية هادي اللي درناها، مثلا نعتبرو هاد النتائج اللي عندنا هنا، ماشي إشكال، إذن شحال تقريبا القيمة هادي غتكون؟ إذن هادي 15، 16، 17، 18، 19، 20، نقول 18، هاد القيمة هادي 18. إذا شنو غنمشيو؟ غنمشيو نجدو نصفي من هاد العلاقة اللي كتبت هنايا قبيلة، نلقى التركويب المجموعة في هاد اللحظة، إلا عرفتي التقدم إكس و كنت عارف كمية المادة البدئية كتقدر تحدد التركيب ديال المجموعة، إذا تركيب المجموعة عند تا كيساوي 60 منو. من خلال المنحنى لدينا إكس عند لحظة تي كتساوي 60 منوت، شحال كتساوي؟ هي 18 ملي مول، مزيان هادي جمعها من المنحنى، ومن خلال الجدول الوصفي لدينا. إذا الآن ناخدو كل نوع ان ديال ان دو او، شحال كتساوي في كل لحظة؟ هي ا ناقص اكس دو تي، إذا كتساوي ا شحال عندنا؟ ا هي كمية المادة عند لحظة تي كتساوي صفر، عطاونا شي قيمة الأول ولا خصنا نحسبوها، شحال كانت القيمة ديال أ؟ أ لقيناها في البداية هي 41.3، إذن أ هي 41.3 ملي مول، المقسوم منها 18، شحال تجينا القيمة؟ هي 23.3 ملي مول، هاي كمية المادة ديال إن دو لحظة 60. الآن غادي نشوفو كمية المادة ديال النوع الثاني ان ديال ان دو، إذا كمية المادة ديال ان دو في الجدول الوصفي في الخانة الثانية في حالة التحول مكتوبة اكس، كتساوي لنا اكس كتساوي لنا 18 ملي مول. نمشيو لعند كمية المادة ديال او دو، في الحالة الوسطى او دو كما كتكون في الجدول الوصفي مكتوبة 1/2 اكس، إذا كتساوي لنا 18 على جوج، إذا هي 90 ملي مول. خمسة قد فسر لماذا يجب الاحتفاظ بدرجة الحرارة الثابتة خلال هذه التجربة؟ علاش؟ لأن حسب معادلة الحالة الغازات الكاملة لدينا PV على N ديال الغاز كتساوي PV على RT، إذا R ثابتة والحجم ديال الحجم ديال الكبسولة ثابت،
نظرت الحراره صح حتى تكون ثابته علاش باش يكون هذا المقدار هذا كله ثابت وبالتالي يكون تناسب ما بين الضغط وكميه الماده للغاز. اذا يجب ان تكون ثابته حتى يكون هناك تناسب بين كمية مادة الغاز وضغطه.